مرحبا، معكم توني، واليوم رح نحكي عن فوجي جي اس 645 اس. هيدي الكاميرا بالمبدأ هي تستكمل السيريز تبع الفوجي، لأنه في الجي اس في منها 2 سيريز وفي قصص قريبة منها مثل الجي اي 645. 645 بمعنى بتصور ميديوم فورمات 6x4.5، يعني 6 سنتيمتر ب 4.5. وعم بعمل هيك وهيك 6x4.5 لأنه هالكاميرا مزبوط بتصور in portrait mode، يعني إذا بتطلعوا بالفيو فايندر هون بتشوفوه بالطول. سو انت وعم بتصور ستريت مثل ما هي معمولة بتكون عم تاخد فريم بالطول مش بالعرض، بس بدك تاخد بالعرض بدك تبرمها وتاخد صورة هيك. 645 هو يعتبر أصغر فورمات تقريبا بالميديوم فورمات كاميرز، لأنه عندك 645 6x6 اللي هو سكوير فورمات، 6x7 في 6x8 و6x9 حكينا عنها، هي تعتبر أكبر وحدة 6 سنتيمتر ب 9 سنتيمتر. وفي كمان بانوراميك كاميراز اللي بياخدوا مثلا 6x12 6x17 and so on، بس هولي كتير كاميرايات سبيسيال شوية بكونتكست معين بيستعملوا، لأنه هولي بعدنا بنحكي يعني حتى 6x9 بتاخد 4x3 اللي هو فورمات تبع الفول فريم. anyways هالكاميرا أول شيء مثل ما شايفين it's a very compact camera، يعني عم نحكي يمكن بحجم ال DSLR أصغر شوي يمكن. for a medium format camera كتير portable وخفيفة منها تقيلة. هلا أكيد اللوك تبعها هولي كانوا بال 80s طلعوا فيها، إذا بتطلعوا بشكلها بتحسوا اللوك ال 80s. في كتير parts منها بلاستيك، بس ما بيعني إنه it's a toy camera هيدي، مثل ما مكتوب عليها it's a professional. So بس تمسكها بتشوف الكواليتي حتى لو كان بلاستيك، بس انه بالثمانينات كان هذا الشيء common يستعملوا بلاستيك تا يخففوا من الوزن، وكان شيء منيح بهيدا الكاميرا. هلا في 2 سيريز من هيدي اللي هي this is the wide 60 اللي بتجي عليها الفوجينن لانس، very sharp lenses هولي. هيدي بتجي عليها لانس 60 مليمتر، بس مش هكين 65 60 حفظها. so 60 مليمتر f4 اللي هي لانه medium format، اذا عم نحكي ب full frame equivalent ل 35 مليمتر يمكن f2 اذا مش غلطان equivalent بمعنى. منا كتير سريعة بس it's a good street photography camera. انا lately يعني جبتها to replace تقريبا 35 مليمتر الكاميرايات اللي عندي، لانه حجمها قريب practical. على 645 بفيلم 120 مليمتر بتاخد تقريبا 15 صورة، which is كمان رقم مقبول على كل رول. رح نحكي شوية بتفاصيل عنها اكتر من فوق ومن تحت. هالكاميرا مثل ما شايفين اللنس تبعولها عليها كتير قصص، اذا بتكون عليها كل شيء. سو كل السيت ابس الموجوده على هذه الكاميرا تقريبا موجوده على اللنس، وذاتس واي عملوا لها هذا الكراش بار اللي شايفينه هون، لانه في كتير قصص على اللنس رح نروح عليهم هلا. كانت شوي فراجايل، معموله بطريقه شوي فراجايل، كانوا خايفين من اذا كاميرا مثل هاي صغيرة بتاخدها معك إذا شبق شيء على اللنس to damage any of the settings. so عملوا لها هيدا الكراش بار من هون، ما بشوفه مزعج، بالعكس it's بالمبدأ مفيد يعني، وما بيأثر على reach تبع كل السيت اب. شو بيجي عليها من فوق؟ أول شيء مثل ما شايفين عندك أول واحدة من فوق هي الشاتر سبيد. الشاتر سبيد عندك من الثانية لل 500 من الثانية. كل نوب عليها هون شكلها والفيل تبعها مختلف عن التاني، بمعنى اذا انت حاطط الكاميرا عم تصور بس مجرد
تتحسس هول الكبسات بتعرف اي وحدة هي. سو بتهون لك الامور لتقدر تعمل السيت اب تبعك. سو اول وحدة هي الشاتر سبيد، عندك من الثانية للخمسمية من الثانية. تحتها في وحدة مايكرو كتير صغيرة هون اللي هي بتحط الاي اس او، وعملينا كمان كتير صغيرة وصعبة توصلها كرمال ما بالغلط تغير الاي اس او انت عم تعمل سيتينجز. الاي اس او عندك من ال 25 ل 1600 اي اس او. تحتها في another knob اللي هي الابرتشر. الابرتشر على هاي الكاميرا بتجي من ال F4 لل F22. بيرجع تحتها في اذا شايفين حديدة صغيرة كتير this is the self timer كمان، يعني معمولين حد بعض وصغار. هلا السلف تايمر وال اي اس او شوي تريكي تقدر توصل لهم، بس anyways هولي قصص ما بتستعملهم على طول. حديده صغيره you just push it down and then you press the shutter release وبيمشي التايمر. واخر شيء وعندها هيدا النوب الكبير اللي هون هو الفوكسينج. مثل ما شايفين الفوكسينج very short من هون لا الكلوز اب هيك للانفيني، very short very practical. انت عم بتصور easy to do focus. فيها كمان هاي الكاميرا سيستم اللي هو تي مود، ما فيها بلب، شبيه بالبلب. التي مود بيجي كبسه هون اذا شايفينها على هالشكل. منا اكثر شيء practical بس it works. بمعنى بتحط الكاميرا بتعمل setting تبعك، افضل يكون معك شيء هيك مروس او مفتاح، بتكبس هيدا الشيء لتحت، بس تكبسه بيفتح الشاتر. لحديت ما بدك تسكر الشاتر ترجع بتكبس هيدا. That's it. This is how you take long exposure بهذا الكاميرا. من فوق basically هيدا كل شيء من هون. من فوق شو عنا؟ Actually بعد عنا ال PC sync port هون. هلا محطوط شوية بالكعب بس I think it's practical هون إذا حاطط واير ما بيزعجك بالتصوير. من ميلة فوق شو عندك؟ عندك ال هيدا الليفر تبع advanced film. عندك ال shutter release وفيها الهول تقدر تحط كابل ريليس. You have a lock which is something very good، يعني فيك تسكرها كرمال ما تاخذ صورة بالغلط. عندك هون الفيلم كاونتر ويندو، وعندك الهوت شو ماونت with the X، يعني you can synchronize لأنه هاي الكاميرا كمان بعملكم كل شيء موجود باللانس. It's a leaf shutter بمعنى الشاتر موجود بقلب اللانس مش ورا. هيدا الشيء شو بفيد؟ شغلتين، لانه هيدي رينج فايندر كاميرا كمان. مفيد انه there is no vibration، this is not a SLR so ما في ميرور انت عم تاخذ صورة. Everything is in the lens so there is no shape، ما في حرق، ما في وقت تكبس وقت تكبس الشاتر ما في ميرور عم تطلع وتنزل، so ما في حركة كتير بالكاميرا. تقدر تصور ب shutter speed واطية. وبنفس الوقت الادفانتج تبع الليف شاتر هو انه فيك تعمل سينكرونايز مع الفلاش على اي سبيد، يعني من الثانية لل 500 من الثانية compared to other cameras مثل البنتاك 67 او الار بي 67 او الهاسل بلاد او كل هولة. يعني كلهم هول SLR كاميرا كلهم فيهم ميرر تطلع وبتنزل، وبعدين ما فيك تعمل سينكرونايز مع الفلاش على كل سبيد، يمكن منهم بيكونوا 60 من الثانية 120-125 من الثانية شي هيك. هاي فيك تصور على 500 من الثانية، بمعنى فيك تقتل الامبيانت لايت كلها. It's really good يعني for flash. هاي الكاميرا بتاخد 120 فيلم وبتاخد 220 as well، وحاطين لك هون فوق على ال 120 تاخد 15 اكسبوجر، وعلى ال 220 هلا هن ببقى يصنعوا منهم 220 بس بعد في عالم عندهم اكسبايرد 220 بتاخد 30 اكسبوجر. الا من ميلت ورا التاب هون فيك تحولها من 120 ل 220 انت عم تاخد،
من وراء عندها ويندو وهون كمان مكتوب 120. هيدي فيك تغيرها من جوا، راح افتحها وفرجيكم كيف. الى on the side هيدا no level، بتفتحها هيك لتحت وبتنزله بيفتح مثل ما شايفين. الاوبننج جاي بالطول مثل ما قلتلكم. هاي بتاخذ صوره بورتريت مود. هلا شغله ممكن العالم ما يكونوا معودين عليها، بس انا صراحه بتناسبني ان انا عاده بحب صور بورتريت مود واحد. واذا انت بتحط صورك على انستغرام this is even better، يعني مش مضطر تعمل كروبينج، هي جاي بالطول اوريدي. سو بيطلع لك 4x5، بتضطر تقص شوي صغير من الصوره. من ورا الى مثل ما شايفين هيدي التيكينج سبول، تقدر تفكها في الى هول الكبسات الحمر هون بتحط الفيلم. سو بتكبس الكبسه الحمراء بتنزل هاي من تحت، ساعتها فيك تسحب الفيلم بترجع بتسكرها and it gets stuck. وهون مثل ما شايفين هون it's 120، هيدي بتكبسها وبتزيحها ل 220. وقت تزيحها من ميلة ورا بفرجيك ريمايندر انه هون صار 220، بتسكر و you close it. هلا بخصوص الفيو فايندر، اول شيء الفيو فايندر بالمبدا از برايت بالطول. في كمان الفريمينج تبعك وفيها باراليكس كوركشن، يعني بمعنى وقت تعمل فوكس على شيء قريب هيدا الفريم اللي عندك ياه بيصغر شوي، تفرجيك انه الفوكس صار قريب. بتعمل كوركشن لانه انت على الفيو فايندر عم تطلع من هون مش عم تطلع من اللينس. سو كل ما تقرب على السبجكت اللي هي كلوزست ديستانس بهالكاميرا تقريبا متر، كمان ما ينعمل كروب على الصوره تبعك من فوق. سو بالمبدا ات از برايت، ما في مشكله. وفي باتش بالنص شوي هيك اصفر اللي هو فوكس. هلا مشكلتها بالمبدا اوكي الرينج فايندر بهالكاميرا منه اوضح شيء، يعني خاصه اذا الاضاءه مش منيحه بعتمه او كتير ضوء قوي مش اوضح شيء، يعني شوي اصعب من غيرها وقتها تعمل فوكس. بس مش اشكال، يعني بتتزبط، يعني بتتعود عليها شوي اكتر. هلا انا عندي شوي هيك في ديلي بالرينج فايندر، يعني وقت تزيح رينج فايندر هي رينج فايندر سيستم بدك تقول let's say عندك هاي الصورة وعندك a copy of it موجودة هون، انت you have to على نعتبر هول بيشبهوا نفس الشيء، بيجوا بالنص circle صورتين حط بعض، انت بدك تبرمها to match ورا بعض. when they match مع بعضهم بتكون هيدا الشيء in focus. سو انا عندي ديلي شيء بسيط، يعني وقت احرك الفوكس ما بتزيح دايركتلي، بتزيح هيك كانه مؤخره ثانيه، بس مش اشكال ما بتاثر على شيء. رح فرجيكم شويه صور اخذتهم بهاي. هول سم اوف ذا بيكتشرز تصوروا تحت بالبارك، كان من اول تاني فيلم عم صوروا. بس تشوفوا الكواليتي تبعه وتشوفوا how sharp اللينس تبعها is really sharp. فوجين المعروفين. عم جرب كنت هيدي الكاميرا والجي دبليو 690 اثنيناتهم رائعين مميزين اللينسات تبعهم. وكمان استعملتها بمحلات مع فلاش بالبيت بالستوديو، وكمان اخذت نتيجه مش عاطله ابدا. بعد في شغله بدي احكي عنها، انه هاي الكاميرا فيها كمان لايت ميتر بعكس الجي دبليو 692 اللي ما فيها لايت ميتر. هاي مزبوط كمان فولي مانوال كاميرا، يعني بتشتغل بلا بطاريه، اتس ميكانيكال 100%. بس بتحط لها من الكعب هون مثل ما شايفين 2 LR44 باتريز بيشغلوا اللايت ميتر. اللايت ميتر تبعها very simple بس very accurate، بيشبه لايكا كتير، يعني عندك فوق plus تحت minus وبالنص في circle.
إذا كانت على البلاس يعني أوفر إكسبوزد، إذا كانت على الماينس أندر إكسبوزد، إذا كانت الزيرو مضوية بتكون سبوت أون ميتر. وجربتها كمان مثل ما قلت لكم فيلمين أو ثلاثة أو أكثر شوي، وجربتها بكذا فيلم. Very accurate light meter طبعاً، أكيد it's a reflective light meter بس it's very accurate ومفيد. ومشان هيك هذه الكاميرا كانت الأساس أخذتها بدل قررت جيبها بدل اللايكا، لأنه حجمها صغير of course مش قد اللايكا بس حجمها صغير يعتبر محمولة easily، فيها light meter وعم بتصور medium format يعني بطبيعة الحال قد ما كانت اللايكا وقد ما كانت اللانسة بلايكا رح يطلع لك نتيجة أحسن بميديوم فورمات. One last thing، هاي الكاميرا مثل ما شايفين لها strap كمان on the side، كمان هذا الشيء أنا بحبه كتير بالكاميرايات، وما بتجي من فوق بتجي on the side، وإلها من تحت tripod mount وإلها tripod mount على side كمان، which is something good. يعني إذا بدك تصور هيك أو بدك تصور landscape في عندك two options for the tripod. هيدا كان كل شيء لهاي الكاميرا بعتقد. إذا عندكم أي أسئلة please اكتبوهم بالcomments down below، وتذكروا please to like share and subscribe بفيدنا كتير. وهيدا كان كل شيء لليوم، بشوفكم مرة جاية. Cheers.